يوسف بجار، دعوات روسيا لطالبان من قبل كانت كثيرة للمفاوضات بينها وبين الحكومة، هذه المرة ورفضت الدعوات السابقة، هذه المرة هل من وضع مختلف ربما يؤشر على قبول دعوة موسكو أو رعايتها لمفاوضات ما بين طالبان والحكومة؟ بالطبع الوضع مختلف تماما، على الأقل حسب رؤية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الملف الأفغاني ضمير كابولوف، الذي أكد بأن نصف الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرة حركة طالبان، وعلى الحكومة الأفغانية أن تتعامل مع هذا الملف بجدية، داعيا كل من حركة طالبان وحكومة كابول إلى ضرورة فتح باب الحوار ومعالجة هذه الأمور وفقا للرؤية والطرق السياسية بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية. في الوقت نفسه موسكو وجهت تحذيرا مبطنا لحركة طالبان، حذرتها من مغبة الهجوم على ما سمتهم موسكو بحلفاء روسيا في منطقة آسيا والوسطى، وقالت بأن أي حركة أو أي هجوم على الحلفاء الروس قد تكون له عواقب وخيمة حتى على الحركة نفسها. موسكو تقوم بحراك دبلوماسي كبير لاحتواء هذه الأزمة، بعدما وصفت الخروج الأمريكي من أفغانستان بأنه متسرع وترك وراءه الكثير من الألغام سياسيا وعسكريا. وزير الخارجية الروسي اليوم سيرجي لافروف في طاجكستان يجري مجموعة من المحادثات مع وزراء خارجية طاجكستان وأوزبكستان وحتى مع وزير خارجية باكستان. الرؤية والمحادثات تتركز حول مسألة دعم سبل التسوية السلمية للأزمة الأفغانية، أخذين بعين الاعتبار التمدد الكبير لحركة طالبان والتطورات العسكرية في المنطقة التي وصفتها موسكو بأنها قد تستهدف أو تستفيد منها تنظيم داعش المحظور هنا في روسيا، ويتمدد في المنطقة ويقوم بهجمات على شمال أفغانستان، ويستهدف أيضا ما سمتهم روسيا بحلفائها في منطقة آسيا الوسطى. إذن موقف موسكو واضح، يحذر طلب حركة طالبان من مغبة الهجوم على الحلفاء أو حلفاء روسيا، وفي نفس الوقت يدعو كل من حركة طالبان وأفغانستان أو حكومة كابول إلى فتح باب الحوار وحل الأزمة الأفغانية بعيدا عن كل الضغوط الدولية والأجنبية.